السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلصنا يا باشا. ايه؟ هتاخد طارك من ضعيف؟ طارك عنداني. اعتقد ان التاريخ هيقف كتير قوي 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 قدام اللي حصل في مباراه ليفربول مع فريق بورنموث. تخيل معايا ان فريق ليفربول احرز 9 اهداف من غير ما محمد صلاح يسجل او يصنع هدف واحد. محمد صلاح انت خازوق كبير جدا ل 3 مليون لعيب فانتازي الاسبوع اللي فات كابتنوه. واعتقد ان ال 3 مليون دول زمانهم دلوقتي بيتنصوا عليه السيل. ربنا يخليك. انا تلعب بيا ده كله؟ انا ياد تمشي بيا وتسرح بيا كده وتنيمني نينا؟ انا ياد وتقول لي القياده مبسوطه منك وانا اقول لك ده انا فدا البلد وفدا الوطن وشويه هسمع السلام الجمهوري جنب وداني بيسقف. لكن عايزك تعترف ان انا كنت بعيد النظر فيما يتعلق بارنولد. فاكر لما قلت لك ادي فرصه لارنولد؟ الله، انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟ او انا برضو مضطر اقول لك برضو في الاسبوع ده ادي فرصه لصلاح. يمكن اما بالنسبه لفريق نيوكاسل، ده الفريق اللي هيلاعب محمد صلاح بفريقه الاسبوع الجاي على ملعب الانفيلد. ف يعني انا شايف ان الان سان ماكسيميليان عنده فرصه كويسه، والاختيار ده يمكن بصراحه افكر فيه، لاني الان سان ماكسيميليان زي ما احنا عارفين بيلعب على الناحيه بتاعت ارنولد، وكلنا عارفين قد ايه ارنولد تعبان دفاعي. لكن لو انت قلقان من فكره ان الان سان ماكسيميليان صعب يعمل 3 مباريات ورا بعض بمستوى كويس، دي حقيقه حقك. يعني لو فكرت في كده ما اقدرش اقول ان انت غلطان. يعني فلو انت قررت زي ما بينك وبين نفسك انك ما تستعينش باي حد من فريق نيوكاسل خصوصا المباراه على ملعب انفيلد، فما اقدرش الومك. لكن من وجهه نظري ومن الناحيه التحليليه البحته، انا سان ماكسيميليان عنده فرصه كويسه جدا الاسبوع الجاي قدام ليفربول. اما بالنسبه لبرايتون وفايبيون، اعتقد ان خلاص باسكال بروس ثبت نفسه بشكل كبير جدا. عنده مباراه قدام فولهام، سعره 5.8 خيار ميزانيه هايل، نسبة امتلاكه دلوقتي وصلت 14.8، أعتقد إنه خلاص يعني بقى تحت المجهر والناس بقت خلاص مستوعبة أسلوبه ومستوعبة أدائه ومستوعبة نجاحه. وقصاده فريق فولهام عنده ألكسندر متروفيتش، حقيقة لعيب هايل جدا وأحرز هدف في أرسنال الأسبوع اللي فات. أعتقد إن المباراة دي ممكن يبقى فيها شغل كويس. أما بالنسبة لكريستال بالاس وبرنتفورد، فاحنا عارفين ان برينتفورد بقى انسحب مباراه مانشستر يونايتد والحقيقه الكيرف بتاعه في النازل. لكن لا يزال براين امبيمو خيار جيد، ايفان توني خيار جيد، جوشوا دا سيلفا خيار جيد، جينسون برضه خيار جيد لو انت حبيت انك تفكر فيه. اما بالنسبه لكريستال بالاس بمنتهى الامانه، انا شايف اللي منور قوي لويس زها. مش عارف لويس زها موقفه ايه، ممكن يبقى الاسبوع الجاي، لكن لويس زها لو موجود اختيار عظيم جدا. ايضا من ضمن المباريات المفروض انك انت تستهدفها الاسبوع الجاي مباراه فريق نادي ليدز يونايتد قصاد فريق نادي ايفرتون، وايفرتون فريق لا يجيد الدفاع. صحيح اخيرا انطوني جوردون احرز هدف الماتش اللي فات قصاد فريق نادي وولفرهامبتون، لكن لا يزال في ازمه في الدفاع عند فريق ايفرتون. اتوقع ان رودريجو مورينيو وجاك هاريسون عندهم فرصة ان هم يحرزوا بعض النقاط قصاد فريق نادي ايفرتون، فلازم تفكر فيه. طبيعي تشيلسي لازم تفكر فيه، صحيح المباراة مش على ارضه، على ارض ملعب فريق نادي ساوثهامبتون، لكن لا يزال برضه ريس جيمس اختيار عظيم، لا يزال برضه رحيم ستيرلينج اختيار واعد، ما بنصحش بكاي هافرنز ولا موسو مونت ولا اي حد تاني. واضح ان في قناعة بكورية، فلو انت عايز تجيب مدافع رخيص وفعال في فريق نادي تشيلسي انصحك طبعا بيعتمد على الكوكوريه. لكن لو هتبص لنظريه ان غالي ثمنه فيه، فطبعا ريس جيمس نمره واحد. اما اليوم اللي بعده يوم الاربعاء، فالحقيقه هنبدا نتكلم اول حاجه على وولفز، فريق نادي وولفرهامبتون. عنده مباراه مع الفريق الحقيقه يعني الاضعف دفاعا في البطوله لحد دلوقتي، فريق نادي بورنموث. حقيقه فريق نادي وولفرهامبتون عنده عدد من اللاعبين الجيدين، من وجهه نظري على راسهم نيفش، لان روبن نيفش بيجيد التسديد من خارج منطقه الجزاء واحرز هدف جميل جدا في فريق نادي
إيفرتون في المباراة السابقة. في لعيب تاني بيلعب في فريق نادي وولفرهامبتون حقيقة نسبة امتلاكه قليلة جدا، ولعيب مهاري ومميز جدا في خط الوسط اسمه جويدس. جويدس سعره 6 مليون بس ونسبة امتلاكه 5/10. اعتقد انه هيبقى عنده فرصة جيدة في المباراة الجاية خصوصا مع سعره، خصوصا مع قيمته او قيمة امتلاكه بين لعيبه الفانتازي. اتصور انه هيبقى خيار عظيم جدا لو انت فكرت فيه. قلنا بقى نتكلم على كلمة عن ليفربول وكلمنا عن الأداة دي، باقي ان احنا نتكلم طبعا عن بعض الأندية. هذكر على اولها او على رأسها ارسنال السائر بخطى ثابتة ورائعة، 4 مباريات من 4 حقيقة عامل ان محدش قادر يعمل. مش مكسوفين من نفسيكم؟ الهانم جابلي مقبول بالعافية وحضرتك صاعد في مادة، وابوك اللي كنت مستعرين منه طلع بامتياز، طلع الاول على الدفعه كلها. فعلا فريق نادي ارسنال عنده مباراه قصاد نادي استون فيلا، اعتقد انه عنده فرصه لكلين شيت في ملعب الامارات ملعب فريق نادي ارسنال، وعنده ايضا فرصه لتسجيل الاهداف. اعتقد انك لازم تفكر في اوديجارد وبوكايو ساكا المباراه الجايه اكتر من جابريل مارتينيلي من وجهه نظري، لان نسبه امتياز جابريل مارتينيلي عاليه جدا 40%. اما بالنسبه لجيسوس فاعتقد ده الخيار الاوفر حظا بالنسبه لفريق نادي ارسنال. اما عن فريق مانشستر سيتي فمانشستر سيتي نجا من هزيمه كانت وارده قدام فريق كريستال بالاس بعد ما تقدم عليه بهدفين. فريق كريستال بالاس الحمد لله ربنا سترها معاه ونجح انه يعوض في الشوط الثاني ب4 اهداف. كنا هنروح في داهيه لكن ربنا ستر. فريق نادي مانشستر سيتي الحقيقة يعني ايرينج هالاند عامل معاه شغل هايل، هاتريك في المباراة السابقة. ايرينج هالاند بينافس بقوة على لقب الهداف، واعتقد انك لو قررت لأي سبب ما انك تعتمد على الوايلد كارد، اعتقد ان وجود هالاند في تشكيلتك بقى وجود وجوبي. اللاعب الذي حقق 6 اهداف في 4 مباريات فقط بنسبة 1.5 هدف في المباراة ينبغي ان يكون في تشكيله جميع لاعبي الفانتازي. ايرلينج هالاند بيؤدي اداء هايل، وعنده مباراه نوتنجهام فورست فرقه مفروض انها مش قويه قوي لكنها فرقه محترمه جدا، وعلى فكره خلال الاسابيع الجايه هبتدي ارشح لهم لعيبه من فريق نادي نوتنجهام. لكن بالنسبه للمباراه القادمه اعتقد ان الكلين شيت وارد جدا والاهداف الغزيره وارده اكثر. كيفن دي بروين اساسي مع ايرلينج هالاند، لو انت فكرت في لعيب تاني غير ايرلينج هالاند كان سلو برضه مهم جدا في الدفاع، وكايو كار يبقى خيار ممتاز من الناحيه السوقيه، من ناحيه القيمه السوقيه او القيمه الشرائيه المتعلقه بفريق نادي مانشستر سيتي. من وجهه نظري برضه ان نادي توتنهام هوتسبير عنده فرصه جيده رغم انه هيلعب على ملعب ويست هام يونايتد في الجوله القادمه. اعتقد برضه ان الدفاع بتاع فريق نادي توتنهام لا يزال الاستثمار فيه وجوبي. عندك ايفان بريزيتش وعندك رويال اميرسون خيارات عظيمه جدا، وهاري كين هو المنافس الاوفر حظا لايرلينج هالاند في خط الهجوم. هاري كين في المباراه اللي فاتت كان عامل زي ما الست ام كلثوم كانت بتقول في غنوه جددت حبك ايه، انت النعيم والهنا وانت العذاب والضال. حقيقه يعني عمل كل حاجه، احرز هدفين وضيع ضربه جزاء وكان بيدافع وكان بيهاجم. حقيقه هاري كين مميز جدا. فريق نادي ويست هام الحقيقه هو وفريق استون فيلا وضعهم وحش جدا في الجدول، وضعهم وحش جدا في الاداء لحد دقيقه 70 لحد قبل ما فورناليس يحرز الهدف. حقيقه يعني كنت مش في دماغي وانا بتفرج على المباراه غير المشهد ده. ما تمدش ايدك، ما تمدش انت ايدك، بقولك ما تمدش ايدك، بقولك ما تمدش انت ايدك. واستهام زي ما احنا عارفين برضو قبل المباراة دي مفيش نقط مفيش اهداف مفيش خالص مفيش، لكن الحمد لله العقدة اتفكت وعرف يسجل هدف وعرف انه يخرج باول 3 دقائق قدام فريق نادي استون فيلا في الديربي الشهير او الكلاسيكو الشهير ما بين الفرقتين.
يتبقى معانا حاجه واحده ممكن نقولها، وهي عن فريق نادي مانشستر يونايتد. اعتقد يعني ان مانشستر يونايتد في الوقت الحالي ما فيهوش غير ديوجو دالوت ممكن انك انت تعتمد عليه بشكل اساسي. فريق مانشستر يونايتد اتوقع خلال الفتره الجايه انه هيبقى قوي جدا دفاعيا، لكن لا يزال في ازمه على مستوى الهجوم. فريق مانشستر يونايتد لحد دلوقتي من وجهه نظري ما عندوش لعيب تقدر تعتمد عليه بشكل اساسي في الهجوم يقدر يجيب لك جون كل مباراه او يعمل لك اسيست حتى كل مباراه. الامور ماشيه حسب الظروف، حبه فوق وحبه تحت. ممكن برونو يجيب جون ماتش ويقعد خمسه ما يجيبش، ممكن جادون سانشو يجيب جون في ماتش ويقعد 10 ما يجيبش، ممكن برونو فرنانديز يجيب جون في ماتش ويقعد 15 ما يجيبش. حقيقه فريق نادي مانشستر يونايتد لسه وضعه الهجومي ما استقرش. في ناس بتتكلم عن انه بصدد عقد صفقه مهمه جدا مع المهاجم انتوني مهاجم ممتاز جدا، مهاجم فريق نادي اياكس امستردام، لو انتقل لفريق نادي مانشستر يونايتد اعتقد انه هيبقى خيار عظيم جدا ليه في الفانتازي. لكن لحد ما ده يحصل، لحد دلوقتي انا شايف ان الوضعيه سيئه جدا لمانشستر يونايتد، خصوصا مع اصابه مارتيال وعدم الثقه في فريق، في اللاعب الكبير العظيم كريستيانو رونالدو. في ازمه لسه مطلقه بالثقه في مانشستر يونايتد في الهجوم وفي لعيب الهجوم. لكن لو انت رحت للدفاع هلاقي ان اكتر لعيب متكامل في الدفاع عنده امل انه يحقق نقاط كثيره هو ديوجو دالوت. فلو انت عايز تفكر فيه اهلا وسهلا، ما اقدرش اقول لك تلت التلاته كامل. اما بالنسبه لباي فاصبر عليه شويه. لو هختار تشكيله الاسبوع الجاي من اللاعبين المتواجدين حاليا في الدوري الانجليزي واعتمدت على 3-5-2، اعتقد ان دي الطريقه الافضل خلال الاسبوع القادم، فانا هختار ايفان بريزيتش، الكسندر ارنولد، ورييش جيمس. هختار صلاح، محمد صلاح، وهختار رودريجو مورينو، وهختار برونو نيفيش، روبن نيفيش، وهختار برضو معاهم باسكال جروس، واكيد برضو هفكر في الان سان ماكسيميليان، وطبعا محمد صلاح. من حقك تختار حد من دول. اما في هجوم فما عندكش غير اما ايرينج هالاند او هاري كين، ومعاه جابريل خيسوس اساسي. من وجهه نظر ايرينج هالاند كمان المفروض يبقى اساسي. فلو انت مش هتعتمد على صلاح خليك في ايرينج هالاند وجيسوس وهاري كين، وفكر في انك تعتمد على اربع لعيبه وسط متوسطين الحال زي ما احنا ذكرنا في الافكار اللي احنا ذكرناها من شويه، رودريجو مورينو، روبن نيفيش، باسكال جروس، الان سان ماكسيميليان. كل دي افكار كويسه وكل دي لعيبه كويسه. ولو انت عايز تعالي شويه هتفكر في حاجه في تبانيا، فعندك ساكا في ارسنال، عندك لويس دياز في ليفربول. كل دي افكار جيده بالنسبه لتشكيله الجوله اللي جايه. ختاما عايز اقول ان من طرائف الدنيا حوالينا ان فريق نادي ان الدوري الانجليزي بكره هيبقى الاسبوع الخامس، هيبدا في الدوري الجديد، بينما بكره نهايه اخر اسبوع في الدوري المصري اللي فات. طبعا دي بقى من عجائب الدنيا، ولا تخرج قبل ان تخوص، سبحان الله. لو عجبك الفيديو اتمنى من حضرتك انك تقدرني بلايك وشير وسبسكرايب، والف شكر لحضراتكم على المتابعه الدائمه، واتمنى ان احنا نبقى عند حسن الظن بعضينا. سلام عليكم.